أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي همزة الوصلة. هذا البرنامج الذي يقوم على مدار الساعة بطرح قضية معينة للنقاش، نطرحها على حضراتكم ونتلقى اتصالات المختصين للتعليق عليها، كما أيضا نتلقى تعليقات حضراتكم وتعليقات السادة المشاهدين وآرائكم حول قضية اليوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج. بالنسبة لأرقام الهواتف الخاصة ببرنامج همزة وصلة ستظهر على الشاشة الآن، وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي ستظهر على الشاشة الآن. رقم الهاتف هو 2574-3366، رقم الهاتف مرة أخرى 2574-3366. أما بالنسبة لمواقع التواصل الاجتماعي التي نتلقى عليها تعليقات حضراتكم، فيسبوك وتويتر جوجل بلس وسكايب وإنستجرام همزة وصل إي جي، تلك هي وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج للتعليق حول موضوع حلقة اليوم. في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة جديدة في الشارع المصري أثارت حالة من الجدل، وهو ظهور العديد من الشركات الجديدة في وسائل النقل تقوم بنقل الركاب، مما أثار حفيظة سائقي التاكسي الأبيض، وقاموا بتنظيم العديد من المظاهرات سواء أمام مجلس الدولة أو في الشوارع المصرية. وعلى الفور قام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل المستشار أحمد الزند وعضوية وزراء الاستثمار والتضامن الاجتماعي والنقل وممثل عن وزارة الداخلية لبحث قانونية هذه الشركات والتي تعمل في مصر في الآونة الأخيرة. تلك الشركات تحت العديد من المسميات أبرزها أوبر وكريم تقوم بنقل الركاب بدلا من التاكسي الأبيض. سؤال حلقة اليوم يقول: كيف ترى قرار الحكومة بإنشاء لجنة لتقنين أوضاع شركات نقل الركاب الجديدة؟ السؤال مرة أخرى: كيف ترى قرار الحكومة بإنشاء لجنة لتقنين أوضاع شركات نقل الركاب الجديدة؟ مشاهدينا الكرام، هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامجكم همزة وصلة. فاصل قصير ثم نعود لبدء هذه الحلقة. لجنة وزارية قرر مجلس الوزراء تشكيلها برئاسة وزير العدل وعضوية وزراء النقل والمالية والتضامن الاجتماعي والاستثمار والتنمية المحلية وممثل عن الداخلية على أن تجتمع فورا. اللجنة تهدف إلى بحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية تتمثل في نقل الأفراد بأجر، واقتراح سبل التعاون مع هذا الموضوع قانونيا من مختلف الأصعدة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء. في تلك الأثناء اعتبر مجالس إدارة شركات السيارات الخاصة أن قرار الحكومة بتشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع بمثابة خطوة مهمة واستباقية لحل المشكلات الموجودة حاليا، ونشبت خلافات خلال الفترة الماضية فجرها سائق التاكسي الأبيض بسبب رفضهم لعمل الشركات الخاصة لخدمات تأجير السيارات عن طريق الهواتف الذكية، إلا أن بعض المواطنين أشادوا بسرعة استجابة الحكومة لتلك الأزمة بقرارها عقد لجنة لبحثها. كما أضاف البعض الآخر من المواطنين بضرورة تقنين أوضاع الشركات للعمل بالسوق المصرية وفتح السوق للمنافسة بين الجميع، وهو ما يصب في مصلحة المواطن المصري. ويرى البعض أن تقنين أوضاع الشركات الخاصة لخدمات تأجير السيارات عن طريق الهواتف الذكية سيعود بالنفع على الدولة من خلال تقديم خدمة متميزة للمواطن، بالإضافة إلى تحصيل الضرائب وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن إيجاد روح المنافسة بين سائق التاكسي من حيث تقديم خدمة متميزة. إذن مشاهدينا الكرام، هي حالة من الجدل في الشارع المصري بعد دخول وسائل نقل جديدة أو شركات جديدة لنقل الركاب في الشارع المصري. سائقو التاكسي الأبيض يشتكون ويحتجون على دخول تلك الشركات، ويقولون أنها تسحب البساط من تحت أقدامهم ومن تحت أقدام التاكسي الأبيض. هذا التاكسي الأبيض الذي بدأ منذ عام 2009 في الشارع المصري ويعمل به أكثر من 40 ألف سائق تاكسي أبيض في مصر حسبما التقديرات التي شبه الرسمية، ما يقرب من 40 ألف سائق تاكسي أبيض في مصر. الآن أنتقل إلى ماذا قال الشارع المصري والمواطنين حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي. عبير شوشة، وجه جديد، تنضم إلينا في همزة وصل. أهلا بك يا عبير.
أهلا يا محمد، شكرا جزيلا ومساء الخير مشاهدينا الكرام. أتابع وأستعرض مع حضراتكم آراءكم وتعليقاتكم فيما يخص موضوع حلقة اليوم، لكن في البداية خلوني أذكركم بسؤال الحلقة: كيف ترى قرار الحكومة بإنشاء لجنة لتقنين أوضاع شركات نقل الركاب الجديدة؟ البداية مع صديق البرنامج محمد العريشي. نعم أؤيد ذلك، يجب إعداد لجنة تتسم بالنزاهة والشفافية وقانون رادع يطبق بحسم على المخالفين، وذلك تحت إطار ما يفيد المواطن والدولة. أنا شخصيا أرى أننا في حالة فوضى شديدة، لا أدري لماذا، هل لضعف القانون أم هي كيفية التحايل على القانون، أم أن سلوكيات الكثير من المواطنين بعدم احترامهم للقانون تصبح الدولة بها عاجزة عن ردعهم. كل هذا أرجو الإجابة عليه. أحمد أبو ديمة، سحبت شركات السيارات الخاصة البساط من تحت أقدام سائق التاكسي في مصر، وذلك بعد توفيرها خدمات أفضل للركاب عبر تطبيقات إلكترونية تتيح لهم طلب السيارات عبر الإنترنت، إلا أنها قوبلت بهجمة شرسة من أصحاب التاكسي. لذلك يجب على الحكومة التدخل لحل هذه الأزمة، وذلك بتطبيق القانون على الجميع والانحياز لمصلحة المواطن والضرب بيد من حديد على المستغلين، ويتم ذلك بشفافية وعدالة دون محاباة أو مجاملة لأحد. وتحياتي لأسرة البرنامج، تحياتنا ليك أيضا يا أحمد. أما أحمد أبو شروق، قرار مناسب ولضمان نجاحه، أؤيد قرار الحكومة. أحمد أبو شروق، لضمان نجاحه يجب أن يتم التقنين بنزاهة وشفافية وعدالة، بمعنى أن يكون المقياس في التقنين هو أن تكون الشركة تعمل في إطار قانوني وتساهم في تقديم خدمة محترمة للمواطن بعيدا عن الاستغلال، ويتم استبعاد أي شركة تستنزف المواطن وتقوم باستغلال ظروفه. وقتها ستنجح اللجنة وسنصفق لها جميعا. مع تحياتي لأسرة البرنامج، تحياتنا ليك يا أحمد أبو شروق. واسمحوا لي مشاهدينا أكتفي بهذا القدر حاليا من تعليقاتكم، لأعود إلى زميلي محمد لاستكمال الحلقة. محمد، شكرا عبير، بالفعل سنعود إليك لتقرأي المزيد من التعليقات حول موضوع حلقة اليوم. إذن كما قرأت زميلة عبير شوشة، هناك حالة من التباين في الآراء بين مؤيد ومعارض لدخول شركات نقل جديدة في السوق المصرية، ولكن هناك حالة من الارتياح لدى العديد من المواطنين لدخول تلك الشركات إلى السوق المصرية لكي تخلق حاجة جديدة أو نوعا جديدا من التنافس مع سائقي التاكسي الأبيض. سؤال حلقة اليوم أذكر به يقول: كيف ترى قرار الحكومة بإنشاء لجنة لتقنين أوضاع شركات نقل الركاب الجديدة؟ الآن لدينا العديد من الاتصالات الهاتفية. اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، والأستاذ عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، والأستاذ حسام مرسي أحد العاملين في مجال التاكسي الأبيض. والبداية مع اللواء مجدي الشاهد. سيادة اللواء مساء الخير. سيادة اللواء مساء الخير. مساء النور يا فندم، واهلا بسيادتك والساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني احنا بنتكلم النهارده عن مدى تقنين الشركات الجديده في السوق المصريه لنقل الركاب، وهي اوبر وكريم والعديد من تلك الشركات. مدى قانونيه تلك الشركات، خاصه وانها ليست جديده في العالم، هناك العديد من الدول تستخدم تلك الشركات ولكن هي جديده بمصر. دعني سيادتك اضع النقاط فوق الحروف واضع نهايه لهذا الجدل. أولا من الناحية القانونية، ثم تعليق على قرار اللجنة المشكلة لتقليل الأوضاع. أولا الناحية القانونية، التنظيم التشريعي واضح تماما، ولكن هناك أخطاء في التطبيق. إزاي؟ المادة 4 في قانون المرور الساري حاليا بتقول نمرة البند الأولاني: السيارة الخاصة اللي هي الملاكي استعمال شخصي لا تستخدم يعني لنقل الركاب. اثنين، البند الثاني: السيارة الأجرة لقبول ركاب بالأجر عن الرحلة، يعني هي المسؤولة عن قبول الركاب. إذا من الناحية التشريعية لا يجوز للسيارات الخاصة قبول ركاب. اثنين، المادة 74 مكرر بتقول إيه؟ في البند الثاني غرامة من 100 ل 300، غرامة فقط دون حبس، من 100 ل 300 للقبول ركاب بالأجر بالمخالفة لشروط الترخيص. يعني الملاكي هيدفع غرامة من 100 ل 300. النقطة الثالثة، تعديل تشريعي في عام 2014 بيقول في القرار بقانون رقم 59 في المادة 32 المضافة إن السيارات اللي هتقبل ركاب بالأجر بالمخالفة لشروط الترخيص تلغى رخصة القيادة والتسيير
لمدة شهر أولا. إذا عاد 3 شهور، إذا عاد 6 شهور، وبالتالي لا يجوز تشريعيا قبول ركاب بالأجر بالنسبة لهذه الشركات مخالفة للتشريع. نعم أخطاء في التطبيق بقى، أخطاء في التطبيق. يعتقد البعض. طب سيادة اللواء قبل الانتقال إلى التطبيق، حضرتك اتكلمت دلوقتي عن الخطوات القانونية وتقول أنها ضد، لا يعني الخطأ في التطبيق أكمل به إجراء قانوني. يعني حضرتك حسبما المواد التي ذكرتها الآن تقول أن هذه تلك المشروعات هي مخالفة للقانون، لماذا تم تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل لمناقشة تقنين أوضاع هؤلاء؟ اللجنة مشكلة برئاسة السيد المستشار الزين لوزير العدل وعضوي كل من وزارة النقل وزير النقل ووزير الاستثمار وأيضا التضامن الاجتماعي وممثل عن وزير الداخلية. ولكن أعد إذنكم، للجنة في نواحي فنية موجودة في قانون المرور تلزم الوزارات دي لأداء شيء معين، زي صندوق له شخصية اعتبارية مستقلة في وزارة المالية. هذا الصندوق يدي قروض وهبات والآخره لسيارات الأجرة ولم يقم بدوره. يعني هناك أدوار منصوص عليها فنيا في قانون المرور، هذه الوزارات تتغاضى عن تنفيذ ما ورد بقانون المرور. نمرة واحد. نمرة اثنين، لا يجوز لقرار أن يخالف تشريع، وبالتالي أي قرار بتقنين أوضاع لابد أن يتطلب تعديل تشريعي في قانون المرور، وإلا ستحدث الكارثة من جانب سائقي هذه سيارات الأجرة. ثلاثة، تطبيق خاطئ ينتهي عنده حد المناقشة. أولا لا يجوز بوجه نصح لسيارات الأجرة، قائد سيارات الأجرة، لا يجوز ليك أنك تتعرض لسيارات الشركات الخاصة، ولو بالإيقاف أو الإتلاف هتوجه إليك تهمة الإتلاف العمدي، هتوجه إليك تهمة. بالطبع هناك قانون يحاسب من يخطئ. سيادة اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، تفضل سريعا. النقطة الأخيرة اللي عايز أقول لك، أخطاء في التطبيق في نقطة مهمة جدا. تفضل. إيه هي بقى؟ ما يجري على أرض الواقع ليتم سحب التراخيص وإلغائها وتحرير محاضر، هذا لا يجوز قانونا، لأن المادة 32 اللي بنقول فيها إلغاء التراخيص بديها لك لأول مرة في برنامج، لم تخرج عن دائرة التصالح وفقا للمادة 80. أتصالح بنص الحد الأدنى الغرامة 50 جنيه، ومالكش عندي أي إجراء تاني. اوعى تاخدني اسم، اوعى تفحص العربية، اوعى تسحب رخصي. 50 جنيه تنقاد الدعوة الجنائية وتعود التراخيص للمخالف. هذه الإجراءات صحيح القانون بيقول كده، إنما يطبق في إدارات المرور محاضر رسمية، تطبق إلغاء تراخيص، طبق فحص فني، هذا كله مخالف. سيادة يعني سيادة اللواء كما ذكرت، إذا كان هناك نية لتقنين تلك الشركات فلا بد من تعديل أو تشريع جديد في قانون المرور. بالفعل لا بد بالتعديل التشريعي. صحيح. اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، أشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنتقل الآن إلى الأستاذ عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور. أستاذ عادل مساء الخير. يعني استمعنا للواء مجدي الشاهد وقال أن تطبيق أو نزول شركات جديدة في السوق المصرية هو مخالف لقانون المرور، وتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير العدل وعضوية العديد من الوزراء، هل نرى في المرحلة المقبلة تعديل في قانون المرور؟ والله يا فندم، أنا إذا كان أي إجراء في إنشاء شركة من يعني أي قرار وزاري، أي حاجة عشان خاطر أحترم آدمية المواطن المصري، أنا أعدل قانون المرور وأعدل 10 زيه كمان. يعني مش فاهم العقدة فيه. كل اللي قاله سيادة اللي هو مجدي ماشي على عيني وعراسي. أنا مش شايف أي عقبة إن أنت النهاردة